أرادوا أن يشتركوا ويقدمون دعما معنويا للشباب المعتصم في ساحة الساعة وسط المحافظة، وإثبات أنهم يبتعدون عن ما روج بحقهم عبر مواقع التواصل باستغلالهم الأمر بارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضر والفواكه، حيث أكد تجار الديوانية أنهم اتفقوا جميعا على خدمة مدينتهم رغم كل ما يشاع ضدهم. التاجر هو جزء من الشعب يعني، والشعب هو التاجر ابن الشعب يعني، فلا تصور خاصه تجار الديوانيه وتجارنا العراق الحمد لله والشكر اغلبهم هم من الشعب ومتعاونين مع الشعب، يعني مرينا العراق مر بظروف اكثر اصعب من هذه، ما شفنا زياده اسعار او غلاء الاسعار او استغلال الاسعار، فهاي اليوم التجار طالع لمسانده المواطن. مو من شيمه تجارنا يصعدون الاسعار ولا يستغلون هاي الفرص، احنا شريحه جزء من هذا المجتمع، وازيدك علم اليوم هاي محلاتنا كلها معزله. كلها معزلة وأضراب ومعزلين وقاعدين وعايفين رزقنا، جينا في سبيل نساند أخوتنا المتظاهرين اللي إحنا جزء من هاي الشريحة. معلمو وطلبة المدارس شاركوا في ساحة الاعتصام وتحدثوا على أنهم لم يمارسوا الضغط على طلبتهم في ممارسة حقهم في المطالبة بحقوق لم ينفذها الساسة لهم منذ سنوات، ومستعدون لتعويضهم ما فاتهم من المواد الدراسية. اليوم المعلمون خرجوا لكي يعيدوا صناعة الإنسان في هذا البلد بعد الخراب التي أدت به الأحزاب. اليوم الطالب والطالبة والتلميذ والتلميذة اليوم خرجنا من أجلهم، من علقنا إضرابنا كنقابة معلمين وجدنا أن الطلبة مضربين. حضرت الهيئات التدريسية والتعليمية إلى المدارس، لم تجد الطلاب يحضرون إلا العدد القليل. نحن اليوم كفنانين وكأساتذة معهد الفنون الجميلة نرفع أصواتنا مع أبناؤنا الذين وضعوا لمسات لم تكن في الحسبان، إنه جيل خارج التوقعات، جيل حقيقة لو تسألني قبل هذا الوقت لا أعتبره جيل ضائع، لكنه اليوم أثبت بأنه جيل التغيير. أصحاب الشهادات العليا طالبوا بما يضمن لهم العيش الكريم بعد سنوات التعب والجهد، والاستعانة بهم في تنفيذ الإصلاحات التي تلبي طموح الشارع كما تدعي الحكومة العراقية. مئات الآلاف من حمل الشهادات العليا معطلين عنها، تجد أبناء الأحزاب وأبناء المسؤولين ومن لهم ولاء إلى غير الدول تجدهم في السفارات والقنصليات، مئات الأحزاب مصرف ما عنده، طالب دكتوراه كروة ما يقدر يجي بيها، كروة تعرف شنو، طالب دراسات عليا، كل دول العالم تقاس بطاقاتها الشبابية، كل دول العالم تعتمد على، نحن بالعكس. مستمرين بالاعتصام ومستمرين بالعصيان لحين التغيير الجذري، ما يهمنا خلي سنة تروح عنا، بس أهم شيء نضمن مستقبلنا، مستقبل كل العراقيين، العراقيين اضطهدوا من 2003 لحد الآن. كثافة العدد التي تتزايد باستمرار ولا تهدأ شعاراتهم أو هتافاتهم حتى يتحقق ما خرجوا لأجله، عهد قطعه الجميع هنا على نفسه، ومطالبة بأن يكون تنفيذ الوعود حقيقي وملموس لا حبرا على ورق. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.